والابن والروح القدس إله واحد أمين. اليوم التاسع من شهر بشنس المبارك أحسن الله انقضاؤه وعاد علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا أبائي وأخوتي أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 327 ميلادية تنيحت القديسة هيلانا الملكة، ولدت بمدينة الرها من أبوين مسيحيين نحو سنة 247 ميلادية. ربياها تربية مسيحية وكانت حسنة الصورة جميلة النفس. وحدث عن قسطنطينوس ملك البيزنطية قد نزل بمدينة الرها، وهناك تزوجها ورزقت منه بقسطنطين فربته بالحكمة والأدب، وبعد وفاة والده صار امبراطورا على الشرق وجعل مقر القسطنطينية. وذات يوم رأى في رؤيا في منتصف النهار صليبا من نور مكتوبا تحته بهذا تغلب، فجعل الصليب راية للجنود وانتصر في الحرب. وبعد أن تجاوزت هيلانا 70 من عمرها رأت في رؤيا من يقول لها امضي إلى أورشليم وابحثي عن صليب المخلص. وإذ أعلمت ابنها أرسلها ومعها حاشية من الجند إلى أورشليم حيث التقت بالقديس مكاريوس أسقف أورشليم، واستعلمت منه عن المكان المدفون فيه الصليب. وبعد سؤال أحد المسنين من اليهود أعلمها عن هضبة فوقها هيكل وثني لفينوس أقامه الإمبراطور الروماني هدريان سنة 135 ميلادية إمعانا منه في إخفاء الصليب. أمرت الملكة هيلانا بهدم الهيكل ورفع الأتربة، فوجدت سلاسل صلبان وتأكدوا من صليب الرب لما وضعوك على ميت، فقام كما إنهم وجدوا على الصليب الكتابة التي كتبها بيلاطس البنطي. ثم أعطت الملكة أموالا للأنبا مكاريوس ليبني كنيسة القيامة فوق القبر المقدس، وكنيسة أخرى فوق مغارة بيت لحم، وكنيسة ثالثة فوق موضع الصعود على جبل الزيتون. وعند عودتها أخذت مسمارا من الصليب لابنها حيث وضعه على الخوذة الملكية، كما أرسلت قطعة من خشبة الصليب إلى قصر الإمبراطوري في القسطنطينية. أما بقية الصليب فقد وضع في تابوت من الفضة داخل كنيسة القيامة تحت حراسة الأسقف مكاريوس. صارت هذه القديسة سيرة حسنة وأوقفت كثيرا من الأموال على الكنائس، وبنت كنائس كثيرة وديرة، ثم تنيحت بسلام ولها من العمر 80 عاما. بركة صلواتها فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 1168 للشهداء تنيح القديس البابا يؤنس 11 البطريرك 89 من بطاركة الكرازة المرقسية، وكان يدعى القس الأسعد أبو الفرج، وكان كاهنا لكنيسة الشهيد مرقريوس أبي سيفين بمصر القديمة. وقد تمت رسامته في يوم 16 من بشنس سنة 1143 للشهداء. كانت إقامته بالقلاية البطريركية بحارة زويلة. عاصر من الملوك الأشرف والعزيز والظاهر والمنصور. وفي بداية حبريته حدث زلزال ثم فيضان ناقص وغلاء فاحش استمر سنتين، وتفشى الطاعون في أيام هذا البابا. أيضا أرسل ملك الحبشة رسالة إلى السلطان في مصر يرجوه فيها رفع المظالم عن المسيحيين، إلى أن السلطان والأمراء غضبوا من الرسالة إذ أحسوا أن مظالمهم قد شاعت خارج الحدود المصرية، فأرسل إلى ملك الحبشة يرفض ما جاء بالرسالة. ولما وصل هذا الرد استشاط الملك غضبا واحتجز حاملي رسالة السلطان بعد أن قتل ملك المسلمين في الحبشة. وعند وصول هذه الأخبار إلى السلطان صار واستدعى البابا وأمر بضربه، ثم فرض عليه أن يكتب خطابا إلى الملك الحبشي يعرفه بكل ما أصابه، كما يوضح فيه تهديد السلطان بإبادة الأقباط
انتقاما لكل ما قد يصيب من تضييق على مسلمي بلاده، ويطالب بإعادة الوفد السلطاني إلى مصر بغير تأخير. وعند وصول الخطاب استدعى ملك الحبشة رئيس الوفد وأغدق عليه العطايا، ولكنه ما طلوا في الإذن له بالعودة، ثم سمح له بالعودة فعاد إلى القاهرة بعد غياب دام 4 سنوات، إلى أن عودة الوفد لم تهدئ من غضب السلطان ضد البابا، بل حكم بضربه وحبسه وأخذ ماله، وفرض عليه ألا يكاتب ملك الحبشة ولا يرسم له مطارنة أو أساقفة إلا بعد استئذانه. وحدث أن الفيضان جاء ناقصا فارتفعت الأسعار وشح الخبز، فنادى الكل بالصلاة، واشترك المسلمون والأقباط وصلوا أياما متتالية حتى تزايد ماء النيل في شهر توت. وفي عهده برز بعض الآباء الساهرين الذين جاهدوا في سبيل الإيمان وتقوية العزائم، منهم الأنبا قرياقس أسقف البهنسة، والأنبا غبريال أسقف أسيوط، وتاج الدين بن نصر الله كاتب الأمير برسباي. وبعد هذه الآلام انتقل البابا بعد أن قضى على الكرسي المرقسي 24 سنة و11 شهرا و23 يوما، ودفن بدير الخندق، بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 1319 للشهداء تنايح القديس البابا غبريال الثامن البطريرك 97 من بطاركة الكرازة المرقسية. ولد ببلدة مير وترحب باسم شنودة الأنبا بشوي، كرس بطريركا في 16 بقونا سنة 1302 للشهداء، وكانت إقامته بحارة زويلة. حدثت اضطرابات في عهده نتيجة الاشتباك الجند مع الشعب، ذلك لأن الضرائب لم يكن لها نظاما بل كانت موكولة إلى الوالي، وكان المماليك يفرضونها كما شاءوا، فصار الظلم وساد القحط والغلاء وتفشى الطاعون. ثم حدث زلزال عنيف تسبب في هدم المنازل. في أيام أعاد بابا روما مساعيه ليجبر الأقباط على الاعتراف بسيادته على الكنيسة القبطية، فازداد حماس البابا والشعب للحفاظ على استقلال كنيستهم. وهكذا انتهت مفاوضات مبعوثي روما بالفشل، ذهبوا إلى الحبشة، فبعث البابا برسالة إلى الملك وإلى كليروس الحبشة يحذرهم من ترك الأرثوذكسية، إلا أن الملك الحبشي وبعض رجال حكومته قد انقادوا لبابا روما. وعندما فشل الأنبا خرستوزولو أسقف الحبشة في إقناع الملك، أعلن حرمانه، كما هاج الشعب ضد الملك وقتلوه. وبعد ذلك تنيح البابا غبريال المرقسي بدير العذراء الشهير بالسريان بعد أن أقام على الكرسي 15 سنة و10 أشهر و24 يوما، ودفن بدير السريان، بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا أمين.